فعلا ما فيش حد بيتحقق من حاجة قبل ما ينشرها. دلوقتي بمناسبة السيلفي، انتشر مقطع فيديو لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس وهم بيرقصوا على أغنية فرتكة فرتكة بعد ما خلصوا ندوة عن مخاطر الإدمان. كان فيها النجم هاني عادل في إطار حملة إطفيها اللي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع أسرة كيان وأسرة الحياة، والطلاب التقطوا صور سيلفي أثناء الرقص. هو ايه اللي بيحصل في الجامعه ده يا دكتور غاده؟ لا بصي، خلينا نكون منصفين، يعني ده نشاط طلابي، دي مش محاضره، دي ندوه نشاط طلابي، ودول ولاد عصرهم، دول ولاد جيلهم، ودي اغانيهم. زي في الستينات لما كان يبقى شباب الجامعه بيرقصوا على البيتلز ودين مارتن، وطبعا مع فارق الرقي والمستوى، لكن يعني انا مش شايفه في رقص خليع. طبعا انا ماليش في الاغاني دي، ما بس يعني ولاد عصرهم. هي الفكره مش في طريقه رقصهم، الفكره ان الاغنيه موجوده جوه الجامعه. ما هي دي بقول لك، ده نشاط واضح ان ده كان فيه هاني رمزي من شويه، وفي بالونات اهي انا شايفاها، يعني الدنيا هيصه كده وفرفشه، كويس مش وحش، يعني طالما ما تعدوش اي، ما كسروش حاجه، ما يعني خلي الشعب ينبسط، خليهم ينبسطوا.